السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أملوك ازيك؟ كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الماسكلو سكيلتال سيستم، صح؟ وقلنا إن مكون من ماسكلر سيستم وإيه؟ وسكيلتال سيستم، وقلنا كل سيستم عامل إزاي. دلوقتي بقى هنتكلم على الماسلز عامة في جسم الإنسان، ماشي؟ أنواع الماسلز. هل الماسلز عندنا بتشتغل بطريقة voluntary ولا involuntary؟ يعني إرادية ولا لا إرادية؟ كل العضلات إرادية؟ الأول بعرف إزاي إن دي عضلة. عضلة يبقى لازم تكون بتعمل حاجة معينة، بتقدر تعمل contraction يعني تنقبض تقصر، و relaxation يعني تطول. إيه في جسمنا بقى بي contract و relax؟ fingers مثلا يعني الماسلز بتاعت الفينجرز اللي سميناها السكيلتال ماسلز، صح؟ فدي الحاجه الوحيده اللي بتتحرك في جسمنا. لا يعني انت قلتي يبقى في سكيلتال ماسلز، ماشي، ما دي سكيلتال ماسلز في السكيلتون. في اي ماسلز ثانيه في جسمنا مش لازقه في السكيلتون وبتتحرك وشغاله طول الوقت؟ لب لا، دي شغاله طول الوقت ودي تبع السكيلتون ماسلز، وكل ده تبع السكيلتون. في حاجة تانية في جسمك بتتحرك متبع السكيلتون، ماسك في عظم الجمجمة. الهارت. الهارت، برافو عليك. القلب. القلب ماله؟ في مصر بيكونتراكت ويريلاكس برضه، صح كده؟ طيب تقدري تتحكمي في الهارت؟ لا. تقدري تتحكمي في السكيلتون ماسلز؟ اه ايوه، اقول لك افردي ايديك، افرديها، تتنيها تتنيها، اوقفي اقعدي، صح؟ اذا كل العضلات بنتحكم فيها بالاراده ولا مش كلها بالاراده؟ لا، نوت اول. في ماسلز سكيلتال وفي ماسلز موجوده في الهارت، صح؟ بنسميها كاردياك ماسلز. كاردياك يعني نسبه للهارت، كاردياك يعني هارت، ماشي؟ ماسلز ايه ماسل؟ في تاني ماسلز تانيه بتتحرك وما بنتحكمش فيها، تحرك برضه غصب عننا الستمك مثلا زي اللي موجوده في الاستومك، صح؟ فدي برضه يعني نوع تاني من الايه؟ من الماسلز احنا ملناش كنترول عليه، صح ولا لا؟ يبقى الاستومك ماسلز بتاعت الانتستين، صح؟ برضه تتحرك مع الاستومك والانتستين بتاعت الدايجستيف سيستم. يعني في عضلات ولا لا؟ اقول لك تقدر كده تقبض الاستومك؟ لا، دي عضلات البطن اللي من بره، دي السكيلتون. لو تقدري اللي جوه مفيش. وبالتالي بقى طيب في عضلات تانية زي مثلا موجوده في الاي، بصي كده في عيني وشوفي، اطفي النور، روحي اطفي النور. ثانيه ما اقول لك كده، ثانيه يا حبيبي، ثانيه. يلا اطفي النور. كويس، انت طفيتي. لا، ثانية، طلعي النور تاني. يلا اطفي النور، تعالي بقى بص على عيني. بص على عيني بقى كده وشوفي ايه اللي هيحصل في البؤبؤ بتاع عيني، ايه الفتحه اللي في النص. بص بص على عيني، ايه اللي حصل؟ يظهر تصغر. طب انا اقدر اصغرها اصلا بمزاجي؟ تتعتم. مره تاني. طيب ايه؟ اقدر، هل انا صغرتها بمزاجي؟ ما ايه اللي حصل؟ لوحدها. انا انت بتقدر تعمليها دي؟ تصغريها عندك قدره على التحكم فيها؟ لما كده اهو. لا، ما بتصغرش ولا تكبر دي. يعني يجي عليها النور، بتحمي نفسها، برافو عليك. يبقى ده كده فولونتري ولا انفولونتري؟ ايوه، ده كده انفولونتري. يبقى انا عندي غير بقى الحركه، انت بتقدر تحرك عينك يمين وشمال اهو، صح؟ اذا دي مالها، اراديه ولا لا اراديه؟ اذا في العين، هل العين كلها اراديه او كلها لا اراديه؟ لا،
العضلات اللي هي بتتحكم في كمية الضوء اللي داخل العين دي ايه؟ غير إرادية. غير إرادية. فإذا عندنا برضو في eye muscles اللي هي بقى بتبقى كده موجودة هنا، اللي بتتحكم في الدايرة السوداء دي تخليها تضيق وتايه وتوسع. خلاص. وعندنا قلنا كده مين دي؟ الاستومك. وهنتكلمنا على مين كمان؟ هارت. شكله كده ماشي. ومين دي؟ سكلت العصب. انا بقى عايز اقسمهم تقسيمه تانية، اقول عضلات اراديه فولانتري ولا اراديه انفولانتري. لما انا احط بقى كلمه فولانتري احطها تحت مين؟ الفولانتري سكلت. ايوه يبقى فعلا دي فولانتري ماسلز، يعني عضلات اراديه. طيب وفي عضلات تانية مالها بقى؟ مالها؟ غير فولانتري ماسل. تتوقع كده ربنا لو هيحاسبنا على حاجة يحاسبنا على الحاجات اللي عملناها بالفولانتري ماسلز ولا اللي عملناها بالانفولانتري ماسلز؟ حاسبنا على الفولانتري صح. لما اضرب واحد صح اشتمه، الحاجات اللي هي حركات اللسان برضو دي كلمة ماسل. خلاص شيء كده يبقى اسرق حاجه، الحاجات اللي عملتها بالفولانتري ماسلز. انما الحاجات اللي عملتها بالانفولانتري ماسلز ما بنتحسبش عليها. صح. تقول ايه ده يعني ما بتحسبش على النظر يعني على العين؟ ممكن اضرب حد وانا مثلا مش واعي، لو مثلا انا واخد بينج مثلا ماشي. بس دي برضو ضربت حد بعرضه لما لها سكيلتون. ماشي بس لو لو مش واعيه طبعا. صح. انا بكلمك هل العين نتحسب عليها؟ لا يعني ابص على اي حاجه براحتي. لا دي مش هي لا الدايره دي بس، التحكم في الدايره دي بس، كميه الضوء اللي داخله دي اللي انا، انما هبص على ايه؟ ده بمزاجي انا بوجه عيني حركتها بمزاجي. صح. يعني انا مش عايز ابص على البتاع ده مثلا، ابص الناحيه الثانيه، مش عايز ابص على القلم ابص اقضي وشي الناحيه الثانيه. انما يبقى النظر هنتحاسب عليه ولا لا؟ ربنا قال كده ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هنتسأل عن مين؟ عن السمع والبصر والفؤاد. والفؤاد القلب. تقولي الله بقى ازاي هو القلب ده احنا بنتحكم فيه؟ لا بس بقى هنتسأل عن اليقين، عن اعتقادنا، عن الحاجات اللي احنا مؤمنين بيها، النية. صح كده. فإنما القلب كمصل اللي يقول لك ليه ضربات قلبك زادت لما حصل ايه؟ ما حدش ربنا ما يحاسبنيش على كده. ليه ضربات قلبك قلت؟ ما يحاسبنيش على كده لان اصلا ما قاليش ايه؟ تحكم فيها. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده خدنا المسلز في منهم نوعين، في منهم ها؟ فولانتري والانفولانتري. والفولانتري دي اللي هي سكيلتال مسلز. والانفولانتري بقى زي الكاردياك مسل اللي بتاعت القلب، هارت ماسل، زي الاستومك، زي الاي ماسل اللي بتتحكم في الاماونت اوف لايت، كميه الضوء اللي تدخل العين زي ما وريتها لك في الايه في الفيديو. خلاص. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.